مرحبا طلاب صف السابع، وصلنا بمادة الفيزياء ل chapter 3. درسنا اليوم هو mass and density. So بالبارت 1 رح نحكي عن الماس. شو يعني ماس؟ إذا بدي أعرف الماس: the mass of an object characterizes the quantity of matter it contains. نحن بنتذكر بالدرس الماضي لما حكينا عن السوليد والليكويدز، قلنا انه they are everything around us consist of matter، مؤلف من matter. So اي شيء موجود حوالينا مؤلف من matter. واذا بدي اعرف الماس لهيدا الجسم، so هي the quantity of matter اللي بتكون هيدا الجسم. So in this chapter you are going to learn how to measure the mass. So بهيدا الدرس راح اتعلم انا كيف بقدر اقيس هيدي الماس and how to determine its density، وكيف بحدد الدنسيتي لهيدا الاوبجكت. So mass يعني quantity of matter. هون في عندي انواع مختلفة من الموازين او البالانس. So شو رح نتعرف هذا الدرس؟ كيف بستعمل البالانس او كيف بستعمل الميزان؟ شو هي اليونت اوف ماس بالستاندرد انترناشونال سيستم؟ وكيف بعمل تحويلات ما بين اليونتس اوف ماس؟ كيف بستعمل البالانس؟ وكيف بقيس الماس للليكويد والماس للسوليدز؟ وكيف بنحسب الدنسيتي لسبستنس معين؟ وكيف بعمل استيميشن، كيف بخمن او بقدر تقريبا قديش الماس لجسم معين؟ وكيف بستعمل الابروبريت يونتس؟ سو باول فكره عم بتقول as in the measurement of volume، مثل ما كنا عم نحكي عن ال measurement of volume كنا عم نستخدم units معينين او مناسبين. كمان نفس الشيء بالنسبة للماس، رح كون عم بستخدم هال suitable units. What are the units used to measure the mass؟ So إذا منلاحظ بهال example عم بقول لي the unit of mass in SI. إذا بلاحظ بهيدا الإكزامبل عم بفرجيني إنه عندي 4.5 هون حاطط لليونت، وعم يسألني what's the mass of the content of the box. So الماس هي 4.5 kg. عم يسألني هيدا اليونت الماس اللي استعملناها شو هي؟ kg يعني كيلوغرام. So the used unit is kilogram. So kilogram is used to express the mass. والكيلوغرام is the SI unit of mass. فإذا تعرفنا بهيدي الفكرة إنه ال SI unit of mass is the kilogram. بالاكتيفيتي 2 بدي اتعرف على بعض اليونتس اللي بيستخدمون لقيس الماس غير الكيلوغرام. ملاحظ هون on إشارة السير، فإذا مكتوب فيها تون. so هون في عندي 20 وهون عندي حرف تي 20 تي. so هون عم يعطيني مثل تحذير انه اذا في عندي كونتينر او عندي شاحنة بتكون اكتر من 20 تون ما لازم تمرق فوق الجسر. so هون في عندي تون اللي استعملناه to express the mass of the body. غير هيك شو عندي units؟ بنلاحظ هون على علبة الحليب بلاحظ انه في عندي 2500 grams g. حرف ال g يعني جرام. هون اذا بدي اخد ماس اقل مثل حبة الدواء، so شو فيها؟ فيها 500 ملي جرام. فاذا هون في عندي يونت جديدة. فاذا عندي يونت غير الكيلوغرام اللي هن الطن، شفنا هون الجرام وشفنا هون الملي جرام. so عم يسألني what are the units used to express mass. So they are عندي هون ton, gram and milligram. For objects of large masses such as tanks, oil tankers. So
we use the ton. فإذا إذا أنا بدي أقيس الأوبجكت لأجسام عندهم ماس كبيرة، سو أنا بستخدم يونت كبيرة مثل التون. أما إذا بدي أقيس الماس لأوبجكتس عندهم ماس صغير مثل الميديسنز الأدوية الجولري، يعني عند الصائغ اللي بيشتغل بالمجوهرات، so we use the gram and the milligram. فإذا جرام ومليجرام هيدول subdivisions of gram، الكيلوغرام والطن هني multiples of gram. so بهيدي السلايد عم نشوف كيف بعمل conversion. هون في عندي المليجرام جرام كيلوغرام طن. so إذا بدي انتقل من طن لكيلوغرام is multiplied by 1000، من كيلوغرام لجرام so times 1000، and جرام لمليجرام كمان times 1000. وإذا بدي أرجع to the right هون عم نقسم على 1000. so هيدول units إذا بدي أعمل conversion between them رح استخدم هيدا الscale. هون في عندي 1 ton يعني 1000 كيلوغرام، 1 كيلوغرام 1000 جرام، 1 جرام 1000 مليغرام. وإذا بتروح مباشرة من كيلوغرام لمليغرام، so من كيلوغرام لمليغرام، so times 1000 times 1000 يعني times 1 مليون. The measurement of masses. The mass of a solid is easily measured by using the balance. إذا بدي أقيس الماس لصوليد معين بسهولة مباشرة ممكن استخدم البالانس وأقيس هالماس. liquids flow. how can we measure the mass of the liquid by using the balance. so إذا أنا بدي أقيس الليكويد، يعني إذا عندي لنقول water وبدي أشوف الماس of water، هل بحطها مباشرة على البالانس أو في طريقة ممكن تساعدني حتى أقدر أقيس الماس of the liquid. so منلاحظ بأول activity أو بالactivity 3 the use of digital balance. هون عم بيلي adjust zero indication when the balance is empty. so دايما لما يكون البالانس empty بنعمل calibration، يعني منسفر الميزان بكون عنده button معين مشان نعمل the reading is zero. then in what unit does the balance indicate the mass of the object. بنلاحظ هون انه عم يقرالي بالجرام، هيدي الماس او اليونت هي الجرام. place the copy book on the balance و record the reading. فاذا منحط الدفتر ومنشوف هالريدنج الموجود هون. so البالانس اللي كنت عم استخدمه قبل هو the digital balance. تمام، digital balance اللي بيعطيني digits او بيعطيني اعداد. اما هون عم بستخدم شيء اسمه equal arm balance. هون في عندي two arms، هون في عندي البان. البان يعني هي الصواني اللي بنحط فيها اللود الاغراض، في عنده كفتين، عنده two arms. ومنلاحظ هون عم بستخدم شيء انا بنسميهم standard masses او بالعربي بنقلهم العيارات، يعني هي بكون عندهم masses معروفين قدي ومسجل عليهم قدي. so take a balance with equal arms and a box of standard masses. establish the equilibrium of empty balance. be sure that the pans are at the same level. so فإذا هون عم نجهز الميزان، عم نتأكد إنه بيكون في عندي balance بحال لما يكون في عندي ما في عندي loads، ما في عندي أي masses بالجهتين لهال equal arms. اللي هون place the book on one of the pans، رح نحط هالبوك بجهة من الصينية الموجودة إلى اليمين. و re-establish the equilibrium by adding standard masses to the other pan. وبصير بحط بتاني جهة، بصير بحط عندي هال standard masses. the sum، what is the sum of the standard masses used. فإذا هاي دول بدي اجمعهم مع بعضهم، كل واحدة عليها عدد معين من الجرامز، نجمعهم مع بعضهم. what's the mass of the book. فإذا الماس للبوك بيساوي the sum of the masses الموجودين بال other pan. بهيدي الصورة عم نلاحظ standard masses أو العيارات نحن بنعرفهم بهيدي الطريقة أو بهيدا الشكل، وعندي بالمختبر هالstandard masses رح يكون شكلهم هيك.
So بالاكتيفيتي 5 measurement of the masses of أو mass of the liquid. شفنا بالاكتيفيتي اللي قبل كيف نحن بنقيس الماس of the solid directly. بحط بجهة على one of the pans عم حط البوك وبتاني جهة عم حط ال standard masses. إذا هون في عندي liquid ما بقدر أحطه مباشرة على البالانس. So راح نشوف هيدي الطريقة راح نستخدمها to measure the mass of liquid. Establish the equilibrium of the figure 6A. So بلاحظ هون عندي بال 6A شو حطينا هون؟ حطينا البطل اللي هي empty bottle، يعني هالكونتينر اللي هو فاضي فارغ ما في بقلبه ليكويد، وبجهة تانية حطينا standard masses وعملنا هالequilibrium. So من جهة في عندي ال empty bottle ومن جهة في عندي ال M1. So عم يسألني سؤال what does M1 represent. So M1 represent the mass of the bottle. تمام. بعدين بعد منلاحظ انه حطينا بهالبوتل ليكويد حطينا الووتر ورجعنا ضفنا صرنا نضيف اكتر من الستاندرد ماسز لحد ما وصلنا لحالة الإكوليبريوم مرة تانية. هون عم يسألني عن what does M2 represents. So M2 represent the mass of the liquid or water and the mass of the bottle. فإذن M2 هي mass of the bottle and the mass of the liquid. Deduce M of the liquid contained in the bottle. So إذا أنا بس بدي أخذ أو بدي أعرف the mass of the liquid, so I have to cancel the mass of the bottle. To cancel the mass of the bottle يعني M2 minus M1. M1 هي كانت الماس of the bottle وال M2 هي الماس of liquid plus the mass of bottle. So دفعنا if we cancel the mass of bottle رح يبقى عندي the mass of liquid. So منقول M2 minus M1 وبهي الطريقة منكون عم نطلع the mass of the liquid. فهذا الطريقة هون إذا أنا بدي قيس ماس لليكويد معين ما بقدر مباشرة حطه على البالانس. So we have to use a container. So الكونتينر لما نحطه منيجي بنعمل بالانس معه ب M1 وبعدين برجع بضيف الليكويد بهالكونتينر الفاضي وبرجع بحسم the mass of the container أو the bottle. So mass of liquid equal M2 minus M1. هون في عندي هالملاحظة اللي بتقول إذا منلاحظ هون عم بيقول net weight. أوكي إذا بتلاحظ net weight 400 grams. سو هون عم يسألني هل هي mass ولا هي weight. هل هال 400 هي mass or weight. نحن تعرفنا أنه الجرام هي unit of mass. سو أكيد هون في عنا بطريق الخطأ عم بحط عندي الويت. ما منقول ويت لأن الويت هو شيء مختلف عن الماس. طريقة كتير مبسطة إنه الماس هي the quantity of matter that contains our body بينما الويت هي شو هي force of attraction قوة جذب الأرض attraction قوة جذب الأرض لهيدا الجسم باتجاه المركز اللي إله. So في عنا فرق في عنا اختلاف between the mass and the weight. صح قالون عليها مع بعضهم بس they are not the same.